صباح الخير عظام طبعاً مفتاح الفني الصباحي لشركة وينزر بروكر. هدمه لكم كريم عيد اليوم 13 سبتمبر 2021، وهنتكلم مع بعض في الفيديو بتاعنا عن الدولار الأمريكي مقابل نظيره الكندي. ده طبعا إيجابية للدولار الأمريكي مقابل كل الأدوات المالية، وده راجع أكيد في المقام الأول لتحول التركيز الفوري إلى بيانات التضخم الأمريكي، والأسبوع ده الحالي طبعا مزدحم بالبيانات، ولكن المستثمرين ما زالوا بينتابهم القلق من تحضير مجلس الاحتياطي الاتحادي للتخرج طبعا من موقفه الشديد الدعم للسياسات النقدية حتى في الوقت الذي ترتفع فيه الإصابات بكوفيد 19. دي كانت أهم الأخبار المؤثرة على الأسواق. يوم الجمعة الماضية كان عندنا بيان هام وحيد طبعا كان من شأنه يؤثر على الأسواق، وهو مؤشر أسعار المنتجين اللي كان متوقع ل 6% وجيب نتيجة أفضل من المتوقع 7%. النهاردة في غياب كامل البيانات الهامة، ولذلك خلونا ننتقل مع بعض ونشوف الشارت توقعاتنا ليه على مدار اليوم النهاردة. زي ما حضرتك شايفين الشارت والأداء الإيجابي للدولار الأمريكي مقابل الكندي، ومازال متماسك مع بداية الأسبوع على 26.50، وهي نقطة محورية غاية في الأهمية، بجانب طبعا ثباته أعلى مستوى 50 في بوناتشي، تقاطع المتوسطات السعرية الأعلى وثبات السعر أعلاهم، والأداء طبعا الإيجابي على مؤشر الـ EMA والأداء الإيجابي على مؤشر الـ Flat Trend، ولكن مازال طبعا الاستوكستيك والسار بيدوا بعض الإشارات السلبية، وده راجع أكيد لبعض الحركات التصحيحية اللي حصلت مع بداية اليوم النهاردة، ولذلك نتوقع مزيد من الأداء الإيجابي ولكن بشرط كسر 27.10 علشان يروح لل 65 وراها 28.15. مرة تانية ثبات وإغلاقه أعلى 27.10 هيفتح المجال لل 27.65 وراها 28.15. السيناريو الآخر المعاكس تحقق بكسر ال 25.80 وراها ال 30 وآخر نقطة عند ال 24.90. وبكده أعزائنا المتابعين نكون وصلنا لنهاية الفيديو، بتمنى لكم أكيد يوم تداول آمن، وبشكركم على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.